السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للرحمن والرحيم ما صلت لأسراف الأنام فهذه أدي ما البيان مكتوفة من أستات الديوان فانفع بها ربي مع الرضوان لله ذي القريء والإيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. Huruf tidak mempunyai tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. إيرابكم تغيير الأغير الغالم تقديرا أو لبدا لأميل أولم أقسامه أربعة الفتو تاب الرفع ونسب وكذا جسم وجر بسم الله الرحمن الرحيم وارفع بي وبي وبي يرو وانسي بي سليم جمع امير ومذنبي اقرأ البيت الذي قبله بسم الله الرحمن الرحيم اما المثنى فلربعه الالف ونسبه وجره بالياء عرف بسم الله الرحمن الرحيم والعرف لم يسلو له علامة إلا انتفى قبوله الأعلام جمع مؤنث سليم رفع من ثم نصب من الجر من كسر اقرأ البيت بسم الله الرحمن الرحيم فكل حرف مستهي كل البناء والأسلوب المبني أي سكنة نعم استمر ودر دفاعي بسم الله الرحمن الرحيم ودون ذي صوب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة ودون ذي صوب منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا تيارا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم دمر من فصل نصب على دمر غوار أنا لا تسوسنا بسم الله الرحمن الرحيم وبي هنا أو هنا أسر إلى ذن المكان وبه الكفاسلة اقرأ البيت الذي قبله بسم الله الرحمن الرحيم وكل مضمار له بنا يجي ولبد ما جر كلبد ما نصب وقبله بسم الله الرحمن الرحيم وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا تيارا أبدا بالتي والتي قدومي أو الذي كالذين أشرقوا بسم الله الرحمن الرحيم التي لن ألا يد لم تجمع رؤيته التي لم تجمع الناس استغفر البيت بسم الله الرحمن الرحيم ومن وما وألد سوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء سكر وكلها يلزم بدأ السلا على ضمير لائك مستملة وكلها يلزم بدا السلا على ضمير لائك مستملة بسم الله الرحمن الرحيم التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا بسم الله الرحمن الرحيم فالأنف مطلق بوارث ما فهتا أم أوقفك صدق ووفا وأنبى أم لدن بحسب وولى لكن كلم يدن رؤ لائك دنا في إن مدري مبني مجهول حروف أول ما تنسب لك أي كسر اقرأ البيت
بسم الله الرحمن الرحيم وبدو مجهول بضم وتيما ككسر سابق الذي قد وتيما قد تم قد فولا آتي الأنديما ما رجع الفوائد ورحمة والنفع دائما لنا وأسابي نفعا بما في الأس والمذاهب وبصلاة النور والسلام على النبي وآله الكرام والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل ما